عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير ونفضل دايما على طول مع بعض. كلنا امبارح ما عجبناش الماتش، ماتش الجزائر، ماتش مالي. متعودين اولا جماهير الجزائر على الفوز والانتصار، لكن لازم في نقط نخلي بالنا منها، ما نكونش ظالمين. انا واحد من الناس في اختيارات جبلب الماضي كلمت على كريم عريبي، قلت كريم عريبي انا شفته كذا مباراة في الدوري المحلي ما كانش عاجبني بصراحة، ومستغرب ان جبال من الوطن. لكن لما لعب كريم عريبي المستوى، المدة اللي لعبها كلها، سيبكم الفرصة اللي ضاعت منه دي، المستوى اللي هو لعب بيه مفاجأة بالنسبة لي. لا كان قوي، كان بياخد فاولات، كان بيلتحم، كان بيستخدم مهارة. ممكن يكون الريتم الدولي ناقص عنده لان دي اول مباراة، مش عايزين نظلمه. ما سقطش في الامتحان وما نجحش نجاح كبير، لكن او حالي انا ايه، ان انا كنت ظالمه لما قلت ان هو لا يصلح للمنتخب. لا، في ادائه يصلح، بس محتاج مباريات ومحتاج حد يدعمه، محتاج حد يساعده. مفيش حد اداله كوره، مفيش وسط ملعب بيدعم 90 دقيقه، مفيش وسط ملعب بيدعم خالص خالص. الكره اللي عملها له هو محرز، عمل له كوره واحده في الشوط الثاني، كوره واحده فرويد، هتختبره في كورة واحدة؟ كلنا كنا شايفين المباراة ان وسط الملعب وباكين الطرف بالذات عياد، الحتة الهجومية بين عيادة ضعيف فيها، دفاعيا كويس لكن يوسف عطال هجوميا احسن منه بكتير. طيب عايزين بس ايه، لما نهدى كده النهاردة بعد المباراة ما عدت امبارح، ندي بقى لكل واحد حقه ونتكلم بهدوء. اولا ان بالماضي بيعمل فريق جديد، ازاي بيعمل فريق جديد؟ ابو نجاح استبعده خلاص، كبر. اسلام سليماني كذلك قرب، فبيدور على مهاجم وسط الملعب. سفيان بوفال في نص الملعب عايزين يدوروا على واحد مكانه كصانع لعب. عدلان كديورة اللي بيلعب مع اسماعيل وخلاص كبر في السن، بيعمل يجرب ناس مكانه، كل ماتش يجرب واحد مكانه. ففي بتبني منتخب جديد، مش عايزين نظلم، بتبني منتخب جديد. بدليل التشكيل هقول لك على التشكيل. ثانيا بأول حاجه ان بالماضي بيبني منتخب جديد، طول ما انت بتبني منتخب جديد لعيبه اول مره تلعب مع بعض ففي عذر. ثانيا ان منتخب مالي منتخب كبير، انت ما بتلعبش، ما تزعلش من المنتخبات الافريقيه اللي بتشيل اربعه وخمسه دي، لا انت بتلاعب منتخب كبير. انا فاكر منتخب مالي مباراه مع منتخب تونس في بطوله افريقيا، لا كانت مباراه من جانب واحد، يعني منتخب مالي بصراحة عمل ماتش على تونس مزيكا، منتخب كان عاجبني جدا منتخب مالي. ثالثا يبقى أول حاجة إن بالماضي بيبني فريق جديد، تاني حاجة إن ده بتلاعب فريق كبير، تالت حاجة ده مش المنتخب الأساسي بتاع الجزائر اللي بيلعب، اتنين بس، اتنين أساسيين، فما تظلمش أداء المنتخب. اتنين أساسيين امبارح، مندي المدافع ومحرز المهاجم، لكن كريم عريبي جديد خالص. سعيد بالرحمه ما بنشوفوش ابتدى الا ماتش ماتشين في حياته كله. في وسط الملعب مفيش حد، زروك لسه من شهور بس مثبت نفسه، من شهور بس، والاتنين التانيين زرقان وهشام مداوي. في ناس يقول لك هشام مداوي جه في 2019 يا كابتن، 4 سنين يا جماعه كتير قوي، ما يبعد 4 سنين ويجي يلعب مع جيل تاني مختلف. فبرضه مفيش. الدفاع هنقول طغاي لسه برضو من شهور في المنتخب، توبة لسه برضو من شهور في المنتخب، وبن عيد، فما فيش حد بقاله في المنتخب 6 7 سنين الا مندي ومحرز. مندريا الحارس على فكرة حارس كويس جدا، الهدف ملوش دعوة بيه، وشال هدف اكيد انفراد اكيد قبل هدف مالي. رابعا احاسب المدرب على اداء لما يكون اللعيبه لعبت ماتشات كتيره مع بعض، انما النهارده زروكي اول مره يلعب معه، ده من بلد، ده محترف في هولندا، وهشام بوداوي محترف في مكان تاني، زرقان كذلك، بن طالب نزل كذلك، محرز في كريم عريبي في الجزائر، سعيد بالرحمه في انجلترا، الناس بعيده عن بعض، مفيش اي تفاهم ما بينهم، فما تحاسبش جمال بالماضي، جمال بالماضي. انما احنا ننبه جمال بالماضي بايه بقى بعد المباراه اللي احنا شفناها امبارح؟
اول حاجه جمله ظهرت عندي كده في خيالي بعد المباراه، لا ثبت فريق، ثبت تشكيل خلاص. طب انت لو مكان بالماضي يا كابتن مصطفى هتثبت تشكيل ازاي؟ هقول لك يوسف عطال باك يمين، بن سبعيني باك شمال، توبة وطغاي الاثنين، توبة مع طغاي، مندي ممكن يبقى بديل، يبقى دي أربعة، وتلعب بإسماعيل وبن طالب اتنين ارتكاز وسط ملعب، بن طالب وإسماعيل. لو عايز تلعب بهشام قدامهم مفيش مشكلة، عايز تلعب بمحرز قدامهم أو والناس قدامهم مش مشكلة، المهم اعمل بن طالب وإسماعيل ارتكاز وخلي لاعب قدامهم ومحرز وبليلي واسلام او كريم او عموره اللي هيبدا التاني ينزل الشوط التاني. ثبت الفرقه دي، ثبت الفرقه دي، ثبتها، العب بيها ماتشات على طول، بعد كده نقدر نقول له سيء او مش سيء. اما امبارح معلش اتنين بس من المنتخب الجزائر بيلعبوا وفي ناس زعلانه بعد المباراه، ما تزعلوش مني، لا اولا بتلعب منتخب كبير، ثانيا اللعيبه اول مره تلعب. انا فرحان جدا ان توبه ظهر بمستوى كويس، من دري الحارس مستوى كويس على فكره، بيستعمل رجله كمان كويس قوي. انا هكلمكم على النجوم اللي عجبوني في فيديو في السهره، هكلمكم في فيديو في السهره على النجوم اللي عجبوني في المباراه، وفي اكتر من واحد عجبوني. شكرا.